سليمان، الحكاية بدأت إزاي؟ بدأت ان احنا اول ما جينا فكرنا ان احنا عشان كل واحد ايه ما يبقاش على المجتمع ان احنا نكون مستنيين المعونه اللي تجينا وما ننتجش احنا حاجه عندنا. ففكرنا ان احنا نعمل المواسير ديت اللي هي وحده الدربونيك مواسير وبالفعل فوق السطح. فوق السطح وبالفعل مشت الحمد لله. ففي واحد جه وعمل لنا الوحده الدربونيك ديت، عمل واحده واحده لوحدها، فاحنا الحمد لله بفضل الله من عند ربنا يعني بقت واحده واثنين وثلاثه واربعه وعشره. الحكايه دي بدأت امتى طيب؟ بدأت من امتى؟ زي سنتين كده او سنتين. سنه ونص طب يعني كده. اول حد في النجعه عمل الحكايه دي، زرع سطح بيته، مين؟ عملناها احنا فوق المقر، فوق المقر بتاع الجمعيه. فوق مقر الجمعيه عندكم. ما اننا نروح نقول له واحد اعمل دي عندك، ما هو مش عارف ايه اللي عيد. ايه اللي احنا لما هيحصل؟ عمل لهم بيان قدامهم بالانتاج فكله الحمد لله بقى حب انه يعمل الفكره دي. زرعتوا ايه في الاول بقى؟ زرعنا بتنجال وفلفل و